signal and construction equipment are available to the assist function. Then the deal, excavation, then the packet, the day loading and lifting. But the other loading of the transportation, cover function, then compaction and grading. Trans packaging, grading. When the packet is inside the mixing of it. طبعا ممكن التعرف على انواع المستشفى الكوكب كما نعرف في انواع المدافع والسايز المدافع هناك جزء كونسر تاني الفرق الاول التايم والسايز الكوكب الاوبرا اللي هي الجزء الجزء الثاني طبعا الجزء الثاني الموقع وهي اللي هي الجزء الكوكب هنشوف كده ايه المعدات ايه انواع المعدات الشجاعه في الاستخدام واصلا استخدامها اول حاجه اللي هي الاكسبريشن ده نشوف الاكسبريشن ده ممكن يبقى فيه اكتر من جروب في الاكسبريشن والطيب حسب طيب الاكسبريشن زي مثلا الشغل هيدروليك شغل في الباك لاين في الباك بول بلانشن في ترنشز بتعمل ترنشنج اكسبريشن فدول الغاية في الاكسبيرينس ميلي معظم المعدات بالذات الاكسبيرينس اللي هو ده الكاميرا بيتكونوا من ثلاثة مية كومبوننتس أول حاجة الهيد كاري أو المنطق تمام الكاري أو المنطق ده اللي فيه المعدات بتاعت الموديلز ده الجزء اللي بيتكلم معدات الكاري زي ما شايفين مكتوب تحت اللي فيها حاجة في تايس الكاري ممكن يبقى اللي هو الكلور أو اللي هو الميلز يعني ماشي على كله او اللي هو بنزين زي ما بيقولوا كده او اللي هو البيت ماشي على الويز هي البريشر بيت طبعا مدارس دي نوعين اكيد كل واحد فيها فرق في السنه الثانيه النوع الاولاني اللي هو الكلور ده بيستخدم اكتر وصالح اكتر لايه؟ ده احنا شايفين البريد في راكت سيتس ليه Thank you.
جدا او الجزء الاول اللي هي الانجن والكنترول بتاع الكمبيوتر واسمه ريفولفنج كومبليت كونتينيوس سيجنال. اللي بعد كده طبعا اسمه بلان 1
da bardzo cieszę, że nas to prawo na szale jest miły, na minę, ten wybór, na swoje, ja podkreślę swoje, a na swoje. Ja bardzo lubię dzisiaj pierwsze szale, płodę na się tym pierwsze, a nie na szale. A ja chcę się uczynić, uwielbię tego matka na nim. Mamy się. Kiwa Kierosa, Lidy, z Wii Precious, Bredem Makera i Shin, z Wielkom i Wii. Ten Wii Pizer się zginął. Kiwa Bardu Bokiec Kira, Wii Wii Pizer, Topoj, Precious Kera. Bardu Wii Pizer, Topoj, Wii Precious. A jeżeli jest to Wii Pizer, a stara gra jej, Thank you.
لازم بقى ايه ازود
طلب بيت طلب انا عارفينهم برضه في ديزاين في الدنيا كتير زي ما بقول لك كل انواع مختلفه الديزاين امثله يعني مش كلها المباريات الاساسيه اللي احنا شايفين انت عندك اللي هو الارم الطويل بتاع السلنجر انت عندك طبعا الكراوز الويت بيتحط بره عشان يوصل للكراوز وعندي التابعه في طبعا الكنترول يونت ده طبعا نفسه والفونديشن بتاعته طبعا تحت بيعملوا فورميشن عشان يثبت عليه. بالنسبه لطريقه الكونستراكشن يا اما بجيب زي الصوره اللي على اليمين بجيب موبايل كريم ياخد السكشنز بتاع الكار بيخلص وبعدين موبايل كريم يمشي ممكن يجي بعد كده لما يجي يشتغل الكونستراكت او يبقى هو النوع بتاعه اللي هو السيلف اسمبلي او السيلف اكتف كريم زي اللي موجود في الصوره اللي على الشمال دي. يبقى في عندي سيكشن اللي هو الاسود ده السيكشن ده بنكتب جواه السيكشن بتاعه وبعد كده بتعمل له اليفيشن لفوق او بتعمل له ريكشن لفوق فيبقى عندي مكان تاني اركب سيكشن تاني ويطلع تاني واركب سيكشن تاني يصور فده هو بيركب نفسه ايه نفسه نفس الفكره برضه ايه بتاعته بنفس الطريقه دي تبقى غالبا الدرجه دي اللي هي عاليه جدا اللي هي ما بيعرفش الموبايل كويس توصل لاخر جزء كده سبب دي طبعا اكسده بشكل فاونديشن بعملها علشان اركب الفاونديشن بتاع الفاونديشن ده شكل برضه الاتاشمنتس اللي ممكن اركبها مكان الفاونديشن حسب ما قلت لنا الفرحه وبعدين نزلنا خمس فانكشن بنتكلم بقى على امثله اخرى من الاكويبمنتس اللي هي الفور بريكس والمالت الفور بريكس اللي طبعا كلنا عارفينها اللي هي تمارين عاديه وطبعا الفرقه بسيطه مترين ثلاثه خمسه سته بكتير المالت اللي هو مهم الاسم بطلع فيه العلاج على قطاع الموضوع ده شكل الفور بريكس عشان ده شكل الوول هما اللي بيتحركوا والمعدل الامين ده اسمها تلسكوبيك فور بريك بتدفع اعلى شويه عشان عندها ار تلسكوبيك ممكن تكون مثلا بعد 5 6 دقايق في عندي بقى كمان ده ده بستخدمه لعبايه بس معايا تطلع الوقت اتمنى اشتغل عليه ولا حاجه نزلت التشكيل يبقى العين قاعد في الوقت مهم قوي بس ال
هيزيد يفهم عدد الدور مليار
تبتدي اكتر. حاول انزل حاجه زي كده سبيشال بلان في الفكره انزلها تعمل اكزاكتلي دي للبيت 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 زي ما انت ما قلت تنزل تحت الميه فطبعا السواق او الطريق بتاعك بيبقى ايه بره ومعايا حاجه زي كنترول او الوتر كنترول بتشتغل عليه بره. Thank you.
اول ما يتحرك هيبتدي يعمل سكريبي الدور بيخش جوه المنطقه. اول ما يخلص دخل المكتبه اللي هو عايزها جوه بيرفعه على الكوبيكس وقاعد يتكلم المنطقه بتاع المنطقه ويتنقل عليه مش حاجه تقع على وشه وبيتحرك. الكل ده لازم يبقى سبيري ويبني غالبا
ممكن يجي سؤال بطريقة التحميل مثلا زي البوش بوت، بوش بوت دي كلها حاجات انت لازم تبقى فاهم الكلام ده كله، معاك انواع التوكن باساميها المختلفة. يعني ممكن يسألك الدراج لاين، هل الدراج لاين ده مقطوع من الراين سكريبرز ولا السكريبرز؟ اشرح لك. انت لازم تبقى عارف ايه سكريبر، ايه سكريبر والدراج لاين دوت اللي انت درسته في الاول هو اي نوع من الدورين، اي نوع سكريبر ولا سكريبر. دكتور يعني الأربع محاضرات اللي جبناها النظر فيهم في سكيل؟ دي بس كل مش Thank you.
دوت اللي هو الكامب انبوت ده اللي بيستخدم الريلي اكشن. ممكن نستخدم الستاتيك ريل لما كده كده برضه دي الريلي اكشن. الكامب انبوت دي اللي هي موجوده في الاشياء اللي بتاعت كلها بتدي تدرس التربه بتاعت الجديد. دي اكشن اسمها الميتنج اكشن او الرايت اكشن. دول طبعا فايبرز كومباكتس بيستخدم الستاتيك ويت والفايبريشن والكومباكتس نفس الوقت. هتلاقي يعني مثلا الفايبراتوري نايم انبوت كومباكت بيستخدم الفايبريشن وتاني انبوت بيستخدم الميتنج وطبعا الستاتيك ويت على كل واحد فيهم. ده فايبراتوري كومباكت بيستخدم الفايبريشن بيستخدم برضه الستاتيك ويت. ده وبعدين عشان تحس جامد حتى لو تحس الفايبريشن زي الشيك عليه. دول كونفكتس وستاند اوبريتنج كونفكتس اللي هي صغيره مساحات صغيره دي بتبقى ايه اكتر من كلاسيك. اذا مثلا عندك ستريتش صغير هجيب لكم براند عندك كافيه عايزين كونفكشن اقل من ستريتش الخطه دي كونفكت براند. ده الفكرة هو شكل الشيء على أقصد الفكرة ومش الشيء اللي يأتي عليه. ده الشيء هو كي بلاي كي في النص الداتا بتنفع في اتجاه الشكل في اتجاه بس عشان تديني تسويت ان انا شكل كله وشكل اللي عايزه. اعمل فيها ميوز اعمل فيها انيميشنز زي ما عايز. عشان تبي تتحرك الايه؟ الـ 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 ال
يستخدموا ده دريل على طريق الامباكت، وسميه برضه باليستيك بريكس او كيبل بريكس. اللي انا عندي كيبل بجيب سي ويز، ده سي ويز مع سبريت عشان يخبطوا ويجيبوا الامباكت المطلوب. في برضه دول اللي هم اسمهم الدرايف سامبل، ده اللي بيجيب عينه الكورة برضه بيشتغل على طريق. في مجموعة تانية احنا قايلينها روتر، اللي هو في مدينة روتر سميه روتر جيت، في مدينة في مثلا شايف ده ديزاين، مثلا في تاني ديزاين تاني، في كلها أمثلة اللي إيه روتر. طبعا زي ما انتم شايفين المعدة دي نفس المكونات، عندي هنا برضه كارير بيدور في التك، وده الفرنت ويندو داش. الفرنت ويندو داش نفس الصغير، أنا بقيت المعدة بتاعتي فرنت ويندو داش. يعني في معدات كتيرة بتلاقي فيها اللي هي الفرن بتاعتهاش مجرد متغير، تديها في أكتر من فرن، هي مصممة كده. دي أمثلة برضه لتريد تاني مختلف اسمه ريفرس سيركيليشن تريد. هنا الاسبورت كان مجوع في النص زي ما انتم شايفين، كان تريد هو بيحط في الكورة لكن بيحط يطلع من النص، تمام؟ يطلع من النص من النص اللي هيتريد. دي أمثلة برضه لأنواع التريننج كيتس كلها زي ما بقول على يدي بنضحك بيها، واللي عندي على الشمال دي كلها أمثلة للكولر بليتس، واللي هنا كانت أعتقد كولر تشيلها ويز، كانت بس بشكل كارير بتاعي يعني. هنا بقى برضه ما زال عندي نفس الفاكشن اللي هي البيت تريننج، بعمل سوبر بارت ولكن هنا هوريزونتال بليت اللي احنا بنسميه برضه كيرشز اكسبريشن، بعد الحق وزي ما عملت كوبي كيرش. عايز نفس الغرض زي ما عملت قبل كده في كيرش ونزل البريك، بتاع نزل البريك زي ما عملت كوبي كيرش. مثال ممكن عندي دوت اللي هو الفايف ديك دوت، دي معدة اللي هي الموجودة دي، بقدر استخدمها ان انا اعمل زي السكشنز بتاعت اليوتيليتي لاينز الموجودة. ميه بقى صرف اي حاجه. زي ما انتم شايفين بدخل سيكشن وبدينا نضغطه، انا بدخل سيكشن تاني وبضغطه وانا بس. فانا بكون عندي لاين واللي هو اكبر اوبن سيكشن. فلو مناسب اكتر في حاجه نفسها لو مش عايز اقطع مقاطع بس. محتاج بس ان انا يبقى عندي الستارتنج بوينت والايه؟ الريسيفنج بوينت اللي هنا عشان ادخل فكره الحاجه طالما ما بتحتاجش. في زينا برضو حاجات بقى اصغر شويه، لو عايز عندي برضه يوتيلتيز بس زي شغلات صغيره او حاجات بس مفرغه او كده. عندي دريلز اصغر شويه زي ما انتم شايفين بيعدي عندي الدريل بتاعي اهو. لو الدريلز مفيش كارتيشن بتتفرج وراها اللي ايه؟ الدريلز اللي عايش برضه غير مقطع كارتيشن. دي كلها امثله للدريلز. ده برضه ريلر اسمه رود هيلر ده زي ما انتم شايفين الاسكوب بتاعه اللي هو كل ده عنده تكسبيل في الحركه، بيقدر يتحرك باتجاه راسي باتجاه افقي، بيقدر يحفر اي طلب بالشكل اللي هو عايزه. ده بستخدمه في حاجة الواي والبادي، عايز اعمل بادي اعمل تنظيم على حاجة، وبستخدم الرود هدف. الرود هدف اللي بيحكم بالايه؟ بالبادي بتاعته، ينزل الماتيريال هنا، بيشتغل على الماتيريال بيلت، تطلع لورا، حد تاني بقى بيكون كفاية يستقبلها عشان تحركها، تعملها لودي وتخلص منها. تمام؟ ده الرود هدف. ده من الحاجات اللي هي يعني مش منتشرة قوي. في بعد كده الديلي ميكس، زي كده طبعا برضه من الوحدات اللي مش بتعرف تكتب في الشارع، بتعمل ديلي ميكسنج للايه؟ زي ميكس مثلا بتعمل ميكس للمكونات اللي بتوصلها، بتعمل توصلها، والحاجات اللي هي بتعمل برضه ديلي، بتعمل ميكس للاجريكس والكونتونرز بتاع الاجريكس علشان ايه؟ اعملها او اسرع كده عشان الناس تتكلم عن الطرف. ده مثال اهو للاجريكس سبريدر.
عايز اعمل سكريننج لاجريجيتس في الماشين اللي بيستخدمها عشان اعمل سكريننج. الاول طبعا محمد تاني عشان شايفين في عربيه واقفه عاليين بنحمل فيها اجريجيتس من ناحيه اللي هي بتعمل سكريننج للايه؟ للاجريجيتس تاني. تعمل لها سكريننج وكومباكشن في نفس الوقت. بس لو عايز توصل لكومباكشن اعلى من هتطلب من الكومباكشن تجيب على كده ايه؟ كومباكشن يمشي عليه. بس هي بتعمل سكريننج وكومباكتنج بدرجه معينه. هنا مثلا اسمها تو لين اجريس دي بتخرجني اجريس بعرض تو لينز في اجريس بعرض لو لين فتخرج بعرض تو لينز سوار حسب العدسه بتاعتك نمبر 3 تيبر بعرض لو لين بتحمله خرسانه من ناحيه تخرج لك زي ما انت شايف طبق خرسانه سبريد او كونتاكت من ناحيه Gracias.
بيتكسر كوست الباكج ديت. فانت الكوست اسمه ده ممكن اعمله تحت ثلاث ورقات. انا بديهم حسب 100 كيلو ضغط. طبعا لو بديهم هتبقى دي اول واحده هي الاربعه. اول واحده اللي هي السبيكر ده. يعني انا لو كنت جاي عندي مشروع جديد وانا مطلوب مني المسار مثلا بند الحق. بند الحق في تربه معينه في مواصفات معينه. لو عندي مشاريع سابقه في نفس الوقت تربه وحاجات كثيره فالسبيكر ده هي أضافة حاجة أقدر أكسب فيها الكوست بتاع الباكج ديت. بس أنا عندي فكرة دلوقتي إن الحاجات اللي بتسويها دي لو لعبت بتبقى قديمة. دي حاجة طبعا هي سبب تهديد الحاجة. لازم أدجاست كل واحدة فيهم تبقى أدجاست فور الكريم. يعني لازم آخد الإكريشن معايا في الموضوع. تمام؟ لو الداتا دي مش أفيلبل ما عنديش حاجة أسويها. تيجي تدور على بوست تلاقيه
الأسرة من الأساس من الأسرة الأساسية فدي كويس يمكن تكون قطع قريبا في برضو الأساس ده يمكن أسرة من كده برضو محترم بس كده تكون قطع قريبا بس أنا تلاقي برضو إن كل حاجة تتجمع عن بعض كعب أيضا سلامة وبناء كل الأسرة اللي بعد دي مش هدية لو لقيتش موجود ما عندكش الفكرة ده تاني حاجة الـ Alternative Service Availability بتاع الـ
كذا بقى طبعا لو ضايع اول مره كان
انا بسوي عليه عكس الفوز البوست كده وانا اللي ايه جيب البوست اللي هجيبه البوينت البوست موجود عندي انا هجيب البوست اللي بتنزل معاه